أسنان عم تتكسر من دون سبب، تأخير عن المدرسة أو العمل، تعرض لحادث مروري، كوابيس وأحلام كتيرة بيحلم فيها البعض بشكل متكرر ودائماً بيحاولوا يلاقوا جواب لتكرارها. الأحلام عبارة عن متواليات خيالية، بعضها بيتضمن سرد واضح وبعضها غير واضح أبداً. تتكون معظم الأحلام من سلسلة من الصور والأحاسيس والعواطف تتباين بين اللطيفة والمثيرة للمخيفة وحتى المرعبة. بقديم الزمان كانوا يعتبروا الأحلام رسائل من عالم الغيب أو وسيلة ليتنبؤوا بالمستقبل، وبالسنوات الأخيرة استحوذت على اهتمام علماء النفس والأعصاب والفلاسفة، وكلهم عم يواصلوا دراسة الأحلام وشو بتعني الإنسان وليش تعد ضرورية للبشر. التجارب الحياتية العميقة أو القضايا الشخصية بتبقى باللاوعي، وهي يلي بتكون محور الأحلام المتكررة، وذلك لأنها بتكون جزء منا ومن شخصيتنا بالذات. وأكد الخبراء أنه الأحلام المتكررة بتكون نفسها بكل مرة، أو يمكن بسيناريوهات مختلفة، ولكن بتبقى ضمن الدائرة نفسها. فبعض الناس بتراودهم أحلام عن القلق من الامتحان، وهذا بيعكس الخوف من الفشل بشكل عام. وحتى الأشخاص يلي بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمة أو القلق هن الأكثر عرضة لتكرار الأحلام. طبعاً كل ما زاد تفكيرنا بشي معين بتصير أحلام كتيرة بتراودنا عنه بفترات قريبة. من أهم الأشياء يلي اتفقوا عليها الخبراء وأهمهم لحل هالمشكلة هي تدوين هالحلم حتى ينفذ من اللاوعي، ونقدر نحلله بطريقة نفهم فيها شو المشكلة الأكبر يلي عم نعاني منها بحياتنا اليومية، واللي ممكن تكون سبب بتكرار هالأحلام.